مازال قدام ياك اخويا القدام. ما عندوش مشكل. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، وحنا في طريقنا لواحد الدوار كيقولوا ليه دوار الشياضمة. دوار الشياضمة اللي هو تابع لإقليم مديونة. هاد الدوار هذا راك شفنا تصريحات ديال هاد بعض النساء اللي تلاقينا بهم، وعودوا لينا على المعاناة اللي كيعانيوها، وأنهم من بعد ما مشاو يديروا واحد الوقفة احتجاجية أمام العمالة ديال مديونة، جا المقدم وبدا كيهز الناس الصحة في الطوموبيل، علاش توقفوا؟ علاش ديروا وقفة احتجاج؟ إذا حنا جينا للدوار باش نشوفوا الناس اللي هزهم. دوار الشياضمة أبنيتي فين كاين دوار الشياضمة؟ كي جابوا لهم ديك السيتير. لا ماما، لا لا، جابوا لهم ديك السيتيرنات ديال الماء. وهذا كاين الناس داروا لهم السيتيرنات، كاين المشكل ديال الماء. كاين المشكل منين تم راش ديك الشارع تم، كاين المشكل كيضاربوا على الماء وداك الشيء ما بيناش. شكرا. يلا سيرة ماما، ما تخافيش ما تبينش. من هنا واقع، من هنا من اختي فين كاين هذيك البلاصه اللي فيها المشكل ديال الماء؟ ها؟ لا فين كاينين واقفين الناس بزاف؟ اه فين حبيبتي؟ ليه اه تما. يلا هاجي وتنتوما، يلا هاجي واجي. اذا مشاهدينا الكرام، هذه هي المعاناة اللي كيعانيوها السكان. كي دايره حبيبه؟ بخير. فين هما الناس اللي كانوا مجموعين حدا العماله؟ راهم باقي لهم فوق. فين باقي؟ في الفوق. ورا ما انتوما كتسقيو؟ هذه ما قادانا والو. دابا الماء المشكله كتخرج تسقي الدار بيه عليه باش تعمري.
احنا باقي مع عمرنا وبالتر في الشموس كتجي فينا ليه؟ انا هنا والله ياك الحبيبه. حنا شحال مره كنغوتو فيه باش انت حنا نديرو. انا حبيبتي جيت عندكم من يعيطوا عليا راه جيت عندكم. ما قاديناش هذه اختي.